ينضم إلينا من إسلام أباد إسماعيل مطر مراسل الغد. إسماعيل دعنا بالمزيد حول تصريحات عمران خان وما المرتقب من محاكمته. نعم، ترقب عام في هذه الفترة في باكستان حول مصير محاكمة عمران خان اليوم في قضية توشخانة وتشديد أمني كبير في عموم العاصمة الباكستانية إسلام أباد. الترقب حول إن كانت المحكمة اليوم سوف تبث في القضية أم أنها بدء جلسات المحاكمة فقط والاستماع إلى التهم والدفاع عنها. عمران خان توجه ليلة أمس من مدينة لاهور حيث يقيم إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد للمثول أمام القضاء تحت غطاء أمني مشدد كما طلب هو وحزبه من قبل. الوضع الأمني اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في حالة تأهب، والشرطة منتشرة بشكل كبير في عموم إسلام أباد وقرب المحكمة بشكل خاص. هناك تخوف من وقوع صدمات بين أنصار عمران خان والأجهزة الأمنية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. بالإضافة إلى ذلك هناك إغلاق لشبكات الجوال في مناطق مختلفة وبالتحديد في محيط المحكمة. إذن هي حالة ترقب لبدء محاكمة عمران خان ومصير هذه المحاكمة. نعم، أشكرك من إسلام أباد إسماعيل مطر مراسل الغد.